بسم الله الرحمن الرحيم. The subject is elimination of poverty in the Arab and the Muslim world. First in Arabic, يعني القضاء على الفقر في العالم العربي والإسلامي باللغة العربية، ثم أتكلم باللغة الإنجليزية إن شاء الله. اليوم هو الجمعة 27 رمضان، وحسب بعض العلماء هو يوم القدر، ليلة القدر. وطبعا نعرف القرآن الكريم ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني ألف شهر يعني 83 سنة، يعني كأنه هي ليلة القدر اللي أنزل فيها الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، وكأنها تساوي العمر كله، يعني المعدل 83 سنة تقريبا يعني. فأنا فكرت في هذا الموضوع من ناحية القضاء على الفقر. طبعا أنا أركز على العالم العربي والإسلامي، لأنه هنا في فقر في أمريكا وفي الدول الأوروبية لا شك في فقر، ولكن ليس بالشيء الموجود في العالم العربي والإسلامي. هنا في طرق أخرى لمعالجة هذا الفقر، من ناحية الحكومة، من ناحية الضرائب، أشياء كثيرة، لكن أنا بركز على العالم العربي والإسلامي. مأساة جدا، دائما نطلب مساعدات من الدول الأخرى الأوروبية، وهذه المساعدات إلها دائما أسباب وإلها ضغوط، يعني ما بعطوكم إياها لله. فأنا فكرت في قضية الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعام والمؤلفة قلوب إلى آخره، يعني معروفة جدا. وهنا الصدقات لا يعني الصدقة يعني charity، يعني هاي الصدقات معناها الزكاة، وهي إجبارية. المصيب اللي عنا إنه بيحاول يطلعوها ناس على أساس فرض من فروض الإسلام، وهذا شيء جميل جدا، ولكن لن تفعل شيء إنه الإنسان يطلعها هيك لحاله. يجب أن تكون هناك دولة وحكومة تقوم بهذا الشيء. أنا شفت برنامج عن مصر، إذا دفعوا الزكاة بس في مصر اللي هي الدولة الفقيرة من المسلمين بيوصل 15 مليار دولار في السنة. تصور لو إن فرضناها كمان على أهل الذمة، اللي دائما بيقول لك أهل الذمة كأنه يعني تميز ضدهم، يا أخي أعطوهم خليهم يدفعوا 2%، بلد المسلم بيدفع 2.5%، هم يدفعوا 2%، سموها اسم ثاني، سموها ضريبة المواطنة. أنا بأكد تماما لن يكون هناك فقير في العالم العربي أو الإسلامي إذا بس دفعوا الزكاة. وهاي عظمة الشريعة الإسلامية. ما هو الشريعة الإسلامية؟ إنك تقتل واحد، ولا إذا زنى ترجمه، ولا إذا واحد سرق تقطع عيده إلى آخره. تطبيق الزكاة وهو عامل اقتصادي أهم شيء في الله أنزله، وفي وأعظم شيء ممكن إنه نبعد عن سؤال الناس. مين اللي بيكون بهاي العملية؟ أنا أدعو الآن من أمريكا هنا، أدعو الجماعة اللي بواسطوني في الفيسبوك بتاعي. وأنا الصبح اليوم اتفرجت، كانوا 54,000 واحد من كل العالم العربي والإسلامي إنه يتحركوا. يا جماعة إيش يتحركوا؟ يطالبوا بلجنة مستقلة إلها أوتوريتي، يعني إلها سلطة إنها تجمع الزكاة وتوزعها حسب ما بيكون. والتوزيع طبعا ما هو على المسلمين لحاله، والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، يعني الأشياء الاجتماعية من مدارس، من كذا، من مرضى، كلها بيجي عليهم، يعني كلها بضمنهم هذا الشيء الزكاة. وأنا أطالب بالمسيحيين والغير المسلمين يدفعوها. ما بدهم يا أخي يدفعوها، المسلم خليه يدفع نص 2.5% على أساس النصف المية زايد من شان كأنه فرض عليه، وهذولك يدفعوا 2%. أنا أطالب وأنا أقولها من الآن، ابدأوها يا جماعة بالحكومة الإسلامية، بالأكثرية الإسلامية الموجودين حاليا في تونس النهضة.
انه الربيع العربي انتصر والحمد لله. اعملوها تجربه يا اخي، خلي يكون الناس يعني يتبعوكم. انا ما بدي اعملها السعوديه، السعوديه دوله النفاق، انا رايح احكي عنها خلاص. عايزين مش عارف ايش، بيطالبوا بقناه اخرى مش عارف ايش، يتبرعوا وكذا لغزه ولا كذا ولاهل الشام. يخرب بيتكم، مليارات من الدولارات انتم حاطينها هنا بالخزانه الامريكيه، مليارات من الدولارات انتم ودول الخليج الاخرى الامارات والكويت وش من نوع بتحطوها هنا في امريكا كلها بتاخذوا عليها فوائد. ادفعوها يا اخي، اعملوا، ما بدنا اياكم. اعمل اللجنه يا اخي، لجنه حكوميه مهمه جدا، جمع الزكاه هاي، مش انه واحد والله واحد شركه، شوفوا الارباح تاعتها، بنوك يشوفوا شو بتعمل، شركات الى اخره قديش بتعمل، وياخذ منهم 2.5% من حسب ما هو في معمول فيه في القرآن الكريم. انا اطالب يا جماعه ابداوا فيها، والله لن يكون في العالم الاسلامي او العربي واحد بمد ايده لاي واحد، هذا فريضه من الله يا جماعه. يعني انا حتى لو في المستقبل طبقوها حتى في امريكا، الشريعه الاسلاميه هو اعظم شيء، والله ما بظل ولا فقير ولا على الاطلاق. هون الضرائب طبعا الحكومة تدفع، ولكن هنا احتيال كثير على الضرائب، بدهم ديبريشيشن ومش عارف ايش، ما بقدر ادخل فيها في الهاي. او ناس بيعملوا اي طرق اخرى، مرات هنا في الاغنياء هنا بيدفعوا قليل جدا، او بيهربوا املاهم بياخذوها في اوفرسيز مش عارف ايش في دول اخرى مشان ما يدفعوا عنها. الاسلام اذا ما دفع الواحد الزكاه يجب ان يعاقب، واذا واحد ما دفع ضريبه المواطنه، هؤلاء اللي قاموا بالثوره في هؤلاء اللي قاموا ضد الثوره بمصر، هذول اغنياء الاقباط تعين المليارات، ليش ما تدفعوا انتم يا اخي؟ بلاش سموها اهل الذمه ولا كذا، ادفعوا على اساس انه هاي ضريبه المواطنه. ولذلك انا اطالب من الان ابداوا هذا الشيء، سموها ضريبة الزكاة أو ضريبة المواطنة اللي بدكم إياها 2.5%، وحاولوا انشروها ووصلوها إلى العلماء وإلى كذا وإلى رجال الدولة، وجزاكم الله خيرا. أنا هتكلم الآن باللغة الإنجليزية.